نبدأ بدرس جديد وهو قواعد الوحدة الثانية، وهو درس النفي لا نيجاسيون. درس النفي درس مهم جدا، يأتي غالبا سؤال جملتين سنحولهما إلى شكل منفي، وقد يأتي سؤال فراغات منه أيضا، لأن هو سؤال مهم ودرس مهم جدا. لا نيجاسيون النفي. ماذا سأتعلم من درس اليوم؟ التعرف على النفي، كيف نستطيع أن ننفي جملة ما؟ التعرف على حالات النفي الخاصة، العامة، التعرف على حالات النفي العامة، والتعرف على حالات النفي الخاصة. إذن هناك حالات عامة للنفي وحالات خاصة أيضا. الكلمات المفتاحية لا نيجاسيون النفي، ن وهي أداة النفي المستخدمة في كل الدرس، في كل الجمل المنفية نستخدم أداة النفي الأولى وهي ن، ف هي أداة نفي ثانية. هاتين الأداتين هما أدوات النفي العام، نسميهما أدوات النفي العامة. الهدف الأول هو التعرف على مكان أدوات النفي العام، استخدام طبعا أداتي النفي ن و ف. أماكن أدوات النفي. القاعدة الأولى، النفي كما هو في اللغة العربية يقع على الفعل، إذن النفي يقع على الفعل. نستخدم ن، وقد تصبح ن أبوستروف إذا أتى بعدها فعل مبدوء بحرف صوتي، وبعدها يأتي الفعل، وبعدها تأتي فا أداة النفي الثانية. إذن أدوات النفي هي ن وفا، تحيطان بالفعل، ن قبل الفعل وفا بعد الفعل، وذلك إذا كان الفعل مصرف بزمن بسيط. وماذا نقصد بزمن بسيط؟ أي تألف من جزء واحد فقط، من كلمة واحدة لها جذر ولها نهاية. الأزمنة البسيطة هي زمن البريزا الحاضر، لفتير سامبل المستقبل البسيط، لامبارفي الماضي المستمر. ماذا نقصد بزمن بسيط؟ أي تألف من كلمة واحدة فقط، ن قبل الفعل وبا بعد الفعل. مثال على ذلك، Je n'aime pas les films documentaires، أنا لا أحب الأفلام الوثائقية. نلاحظ أن أدوات النفي ن وبا أحاطت بفيرب أمي، بفعل أمي أحب. طبعا جو فاعل وأم هو الفعل، يأتي بعد الفاعل فعل باللغة. ن قبل الفعل، فا بعد الفعل، الن أصبحت إن أبوستروف لأن الفعل يبدأ بحرف صوتي، والفعل مصرف بزمن البريزن زمن الحاضر، نهايته حرف الأ، وهو مؤلف من كلمة واحدة فقط، أي من جزء واحد، ن قبل الفعل وفا بعد الفعل. تتمت عناصر الجملة ونقطة. هذه هي القاعدة الأولى لنفي الجملة. طبعاً أستخدم الآن أدوات النفي العامة ن و با، أما هناك حالات خاصة سنراها لاحقاً. أماكن أدوات النفي بشكل عام تحيطان بالفعل المصرف بزمن بسيط. طيب، إذا كان الفعل مصرف بزمن مركب، الزمن المركب كما تتذكرون من خلال التقوية يتألف من فعل مساعد واسم مفعول. إذا كان لدي الفعل يتألف من جزئين، فعل مساعد واسم مفعول، ما هي التركيبة اللغوية القواعدية للجملة؟ بعد الفعل نضع ن أداة النفي الأولى، ومن ثم الفعل المساعد ما نسميه في اللغة الفرنسية أوكسيليير، وبعده مباشرة نضع با أداة النفي الثانية، وبعدهما تأتي البارتيسيب سي أي اسم المفعول، واسم المفعول هو الفعل نفسه الذي ينتهي بأ فوقها إشارة أو حرف الإي، أو هناك أفعال شاذة سنراها لاحقا من الزمرة الثالثة. من هي الأفعال المساعدة باللغة؟ هما فعلي إتر وأفوار، فعل الكون وفعل الملك، فعل الكون وفعل الملك أيضا. طيب، من خلال هذه القاعدة ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن النفي وقع على الفعل المساعد فقط، أما اسم المفعول فوضع جانباً،
خارج عملية النفي. إذا ne plus auxiliaire plus pas. ne بالإضافة لفعل المساعد بالإضافة لpas وتتمت كلمات الجملة كما هي بما فيها اسم المفعول. مثال على ذلك: il n'a pas regardé le film. هو لم يشاهد الفيلم. الفاعل a هو verb avoir فعل avoir فعل الملك، وهنا هو فعل مساعد. regardé اسم مفعول من أفعال الزمرة الأولى، تم حذف الـ er ووضع e accent e فوقها إشارة. نلاحظ أن أدوات النفي ne و pas أحاطتا بفعل avoir وهو الفعل المساعد، أما اسم المفعول وتتمت كلمات الجملة أتت بعد عملية النفي. il n'a pas regardé le film. هو لم يشاهد الفيلم. هذه هي القاعدة الثانية، النفي وقع على الفعل المساعد فقط، ne قبل الفعل المساعد و pas بعد الفعل المساعد. القاعدة الثالثة، كلنا نعرف من خلال التأسيس والتقوية أنه يمكن أن يأتي كلمة قبل الفعل وبعد الفاعل. ما يأتي قبل الفعل وبعد الفاعل أي بين الفعل والفاعل هي ضمائر المفعول به والمفعول فيه، وهي لو ولا والأبوستروف ولي، تستبدل المفعول به المباشر المعرف. on تستبدل المفعول به المباشر النكرة، والمفعول به الغير مباشر المسبوق بحرف الجر دو. الضميرين الوي ولور يستبدلان المفعول به الغير مباشر المسبوق بحرف الجر أ. الوي للمفرد ولور للجمع، مستخدمان للعاقل. إجريج الضمير إجريج يعوض المفعول به ظرف المكان. هذه الضمائر التي ذكرتها كلها إعرابها مفعول به ومفعول فيه. مكانهما في الجملة قبل الفعل. طيب إذا كان لدي ضمير مفعول به وأريد أن أنفي الجملة، ما هي تركيبة الجملة؟ تصبح ن أداة النفي الأولى، ومن ثم البرونو بيرسونيل كومبليما ضمير المفعول به، ومن ثم الفيرب، ومن ثم البا. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن أدوات النفي تحيطان بالفعل والضمير المفعول به الذي يسبقه. أدوات النفي تحيطان بالفعل والضمير سوياً، إذن الضمير الشخصي يدخل داخل عملية النفي ويرافق فعله، وأداة النفي الأولى ن تسبقهما. مثال على ذلك: elle ne lui parle pas. هي لا تتحدث معه. إل هي ضمير الفاعل، طبعا الفاعل يأتي في بداية الجملة، لا يدخل في عملية النفي وليس له علاقة بشيء. ن هي أداة النفي الأولى. الوي هذا ضمير مفعول به غير مباشر مسبوق بحرف الجر أ وللعاقل المفرد. بارل هو فعل بارلي تحدث، وبا هي أداة النفي الثانية. نلاحظ أن بين أدوات النفي ن وبا تم وضع كلمتين، وهي بارل وهو الفعل، والوي هي ضمير المفعول به. إذن أدوات النفي أحاطتا بالفعل والضمير معا، هذا هو الحالة الثالثة، الضمير المفعول به يدخل داخل عملية النفي. الحالة الرابعة، إذا كان لدي في اللغة فعلين متتاليين، القاعدة تقول أن الفعل الأول يكون فعل مصرف verb conjugué، والفعل الثاني هو الانفينيتيف فعل بالمصدر. هذه القاعدة مرت معنا كثيرا، إذا كان لدينا فعلين متتاليين الأول يكون مصرف والثاني حصرا بالمصدر، على من يقع النفي؟ القاعدة تقول ن أمام الفعل المصرف وبا بعد الفعل المصرف، أما الفعل المصدري فيوضع جانبا خارج عملية النفي. إذن النفي يقع على الفعل المصرف وليس على الفعل المصدري. مثال: nous ne pouvons pas voyager. نحن لا نستطيع السفر. أداة النفي الأولى هي ne وأداة النفي الثانية هي pas، أحاطتا بverb pouvoir فعل استطاع. pouvons هو فعل pouvoir وهو فعل مصرف
نهايته مع ضمير نو أو إن إس. أما كلمة فويا جي التي وضعت خارج عملية النفي هو فعل بالمصدر نهايته أر من أفعال الزمرة الأولى. إذن الجملة تتألف من فاعل وفعل مصرف وفعل بالمصدر ما وضع باللون الأسود. النفي نو وبا باللون الأحمر أحاط بفعل بوفون وهو الفعل المصرف. هذه هي القاعدة العامة، النفي يقع على الفعل المصرف الأول. أما إذا كان لدينا فعل بالمصدر سنحتاج هذه القاعدة في الوحدة الثالثة والوحدة الخامسة أيضا. قد يأتي لدينا بين قوسين فعل بالمصدر ويقول لي صرف الفعل الذي بين قوسين بالزمن المناسب. إذا كان هذا الفعل منفي يكون قد وضع لي أدوات النفي متتالية وراء بعضها البعض أمام الفعل المصدري، وقد يكون لدي جملتين، الجملة الأولى فيها فعل ونيتي وقصدي أن أثبت هذا الفعل، والجملة الثانية فيها فعل بالمصدر، الجملة الثانية مصدرية وأريد أن أنفي الفعل المصدري وليس الفعل الأول وهو في جملة ثانية. أدوات النفي وراء بعضها البعض تحيد أو تسبق الفعل المصدري. مثال على ذلك: Tu dois étudier bien. يا طالب البكالوريا عليك أن تدرس جيدا. Pour ne pas échouer. من أجل ألا ترسب. لكي لا ترسب. نلاحظ أنه لدي فعلين أو جملتين. يجب عليك أن تدرس جيدا، هذه هي الجملة الأولى، والجملة الثانية من أجل ألا ترسب هي جملة مصدرية بدأت بحرف الجر بور. طبعا أنا نيتي وقصدي أن أنفي الفعل رسب وليس فعل الدراسة، فإذا نفيت فعل الدراسة فهذه مصيبة على طالب البكالوريا بشكل عام، علي أن أنفي الفعل المصدري وهو فعل رسب إشوي. الجملة الأولى مثبتة، يجب عليك أن تدرس جيدا من أجل ألا ترسب. حتى في اللغة العربية أريد أن أحمل النفي على فعل رسب. فعل رسب انتهى بأر وهو فعل بالمصدر. لماذا بقي بالمصدر؟ لأنه سبق بحرف الجر بور، وهذه القاعدة سنأخذها في قواعد الوحدة الرابعة. بور حرف جر يدل على الهدف، يأتي بعده فعل بالمصدر. إذا أردت أن أنفي هذا الفعل المصدري كيف تم نفيه في هذه الجملة؟ أدوات النفي نو وباب وراء بعضها البعض أمام الفعل المصدري، لكن ليس علينا أن نخلط بين هذه القاعدة وقاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة: أنا في جملة واحدة لدي فعلين متتاليين أولهما مصرف ثانيهما مصدري، النفي يقع على الأول المصرف ونسميه في اللغة الفرنسية سومي أوكسيلير أي نصف مساعد. على كل، القاعدة الخامسة يجب ألا تشغلكم كثيرا، سنراها لاحقا في الوحدة الثالثة والخامسة عندما يقول لي صرف الفعل بين قوسين، الفعل يكون بالمصدر، أدوات النفي وراء بعضها البعض. عند عملية التصريف إذا صرفت الفعل بزمن بسيط أضع نو قبل الفعل وبا بعد الفعل، وإذا صرفته بزمن مركب أي أنا احتجت إلى فعل مساعد أضع نو أمام الفعل المساعد وبا بعد الفعل المساعد. هذه القواعد الخاصة بأدوات النفي وأماكنها في الجملة. المكان: الجملة الأولى أو القاعدة الأولى، أدوات النفي تحيط بالفعل المصرف بزمن بسيط. القاعدة الثانية: أدوات النفي تحيط بالفعل المساعد. القاعدة الثالثة: أدوات النفي تحيط بالفعل المصرف والضمير الذي معه ضمير المفعول به. القاعدة الرابعة: النفي يحيط بالفعل الأول المصرف وليس لنا علاقة بالفعل المصدري. القاعدة الخامسة: إذا كانت النية والقصد تحميل النفي على الفعل بالمصدر، أدوات النفي تكون وراء بعضها البعض أمام الفعل المصدري. باستثناء القاعدة رقم 5 يمكن اختصار القواعد الأربعة الأولى بكلمة واحدة: النفي يحيط بأول فعل بعد الفاعل أيا كان الفعل.
إذا كان بسيطا مصرف بزمن بسيط فهذه هي القاعدة الأولى، وإذا كان الفعل مصرف بزمن مركب فأول فعل هو الفعل المساعد. طبعا والضمير الشخصي هذه قاعدة بسيطة. والرقم أربعة، إذا كان الفعل مصرف وبعده بالمصدر أولهما هو المصرف فالنفي يقع عليه. إذا مختصر الكلام، أول فعل بعد الفاعل هو الذي يقع عليه النفي، سواء كان أساسيا أم مساعدا أم نصف مساعد. التقييم الأول، السؤال يطرح ربما بهذه الطريقة: Transformer phrase على form negative، حول هذه الجمل إلى الشكل المنفي. حتى لو لم يعرف الطالب ترجمة الجملة وصيغة السؤال، مجرد أن نرى هذه الكلمة التي عليها ظل أصفر نيجاتيف، هذه الكلمة إذا شاهدناها في صيغة السؤال فالمطلوب مني تحويل الجملة إلى نفي، أي نفي الجملة. الجملة تتألف من فاعل وفعل وفعل آخر بالمصدر. هنا في هذه الحالة الأولى لدي في نهاية الجملة نقطة، ليست بجملة استفهامية كما سيمر معنا لاحقا. علي فقط أن أنفي هذه الجملة بإدخال أدوات النفي عليها، أي على الفعل. من منكم يود المشاركة؟ تفضل يا دهام. أستاذ بنحط ما قبل الفعل وما بعد الفعل. تمام، بعد الفاعل وهو فعل فعل أراد. أحسنت يا دهام. إذن النفي يصبح على الشكل التالي: Je ne veux, je ne peux pas partir. لنفي هذه الجملة نضع ne أمام الفعل الأول وهو verb فعل vouloir وبا بعده مباشرة، تصبح الجملة Je ne veux pas partir، لا أريد أن أغادر. الجملة كانت في الأصل أريد أن أغادر، أصبحت بعد النفي لا أريد أن أغادر. طبعا النفي وقع على أول فعل بعد الفاعل وهو الفعل المصرف، وضعت ne قبله وبا بعده. Je ne veux pas partir. الجملة الثانية: Je veux aller à Damas. بغض النظر عن الترجمة بإمكاننا أن نقوم بحل الجملة، لذلك لن نترجمها، علينا أن نعرف الحل مباشرة. من يعطينا نفي هذه الجملة؟ تفضل يا بشار. بشار، من هي أدوات النفي التي سنستخدمها؟ نعم أستاذ، النو والبا. تماما، أين هو الفعل في هذه الجملة؟ أستاذ هون عندي فعل مساعد. الفعل المساعد فعل إتر، نضع قبله نو وبعده با، النفي يقع على المساعد، أليس كذلك يا بشار؟ نعم أستاذ، على أول فعل نصل إليه. أحسن، إذن تي هي الفاعل، وضعنا أداة النفي نو أصبحت إن أبوستروف لأن الفعل يبدأ بحرف صوتي، إي أو إس هو فعل إتر، وضعناه مكانه. فأداة النفي الثانية، نلاحظ أن أدوات النفي أحاطت بفعل A وهو فعل إتر، ومن ثم وضعنا ألي هو البارتيسيب باستي اسم المفعول، وتتمت كلمات الجملة. إذن الزمن هنا زمن الماضي المركب الباستي كومبوزي، النفي وقع على الفعل الأول وهو الفعل المساعد. تنبا ألي أداماس، أنت لم تذهب إلى دمشق. الجملة الثالثة، هنا علينا الانتباه إلى الفاعل والفعل، علينا اكتشاف الفعل، ومن حضر معي يجب عليه أن يعرف من هو الفاعل والفعل، فقد أخذنا أشكال الفاعل كافة. تفضلوا، من يعطينا حل هذه الجملة؟ علينا أن ننفي هذه الجملة. طيب تفضل يا موسى. الفعل تليفون لا. تمام، تليفون، ماذا نضع قبله وبعده؟ نو قبل الفعل وبا بعد الفعل. الحل يصبح على الشكل التالي: Le garçon téléphone à ses parents. طبعا نلاحظ أن الفاعل هنا اسما وليس ضميرا، لا يهم، علينا فقط أن نكتشف أين هو الفعل. الفعل هو تليفون، تليفون بمعنى اتصل، الولد اتصل بوالديه. بعد عملية النفي Le garçon هو الفاعل، تليفون هو الفعل، وضعنا ن أمام الفعل وبا بعد الفعل، ومن ثم تتمت الجملة والنقطة في الآخر، لم يتصل الولد بوالديه. إذن لو غارسون نو تليفون با أسي بارا، وضعنا أدوات النفي بجانب فعل تليفون. الحالة الرابعة، الجملة الرابعة، إيسي إليا ميزامي. هذه الجملة
بي سي معزولة بفاصلة ولم نسمع بها إلى الآن، هي ظرف مكان لا تهمنا. أين الفاعل في الجملة كلها؟ هو الضمير إيل. بعده إذن يجب أن يأتي الفعل. الفعل هو هو فعل أفوار، فعل الملك. ما هذه الكلمة التي تسبقه إجريك؟ إجريك هو ضمير شخصي يعوض المفعول فيه ظرف المكان. إذن علي أن أضع أدوات النفي بجانبي الضمير والفعل، تصبح الجملة على الشكل التالي: إيسي إل نيا با ميزامي، هنا لا يوجد أصدقائي. إذن نلاحظ أن أدوات النفي نو و با أحاطت بفعل أفوار بالإضافة إلى الضمير إجريك. طبعا إيليا هذا التركيب يترجم يوجد، في داخله يوجد حرف الآ وهو فعل أفوار، وأيضا الضمير إجريك. تصبح الجملة إن يبا بمعنى لا يوجد ميزامي أصدقائي. هذه الجملة تتحدث عن حالة الضمير المفعول به أو المفعول فيه التي تدخل إلى داخل عملية النفي.